چه صحبت بتن اترانا فكر بتن چه راس يعني چه بجدل بيجتن انجي صحبت چه يعني وكي قال جارا قال لي بسلمان دي بجن فلان كاس كليلك مجلسانا يعني چه كليلك مجلسانا كليلك اخذناك دي بجت اخذناك يا برافاجي همي بيوة دي كنا كني طبعا او اخذتن احتمال مخارف شرعيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ادبیجتن اوی اخفنک بیجتن مخالف شریعت خود تعالی به داخل پکتا کنی او درگاه کش درگاه جهنم بخوفت کتن دا اما آگه جهبتن دا مجلسیت ما مجلسیت بسلمانا بن دیوانت ما دیوانت وان بن که خود تعالی بغضب منائتن ادباشف اینوانا ترانا پیکرن استهزاء سخریه کیماسی والعیاذ بالله طبعا در حق خود تعالى سبحانه وتعالى در حق پیغمبر صلى الله عليه وسلم در حق ديني دا وقت ما قد دين يعني آه دين آه يعني ش ألف حطايه ش ألف حطايه بجميع أحكام عقيدة شريعة أخلاق آداب شعائر نشان همي همي لايت إسلامي همي لايت إسلامي ترانا فكرن عن استهزاء او سخريه ابا ايك شويه يكون كو اسلام انذار الدتما بيستن ابا فندا ابا اساعيه ابا باحتراميه ابا بادبيه در حق پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم ام دابتشين اثر مثالك يا حي نبيش اولا مثال شماضي اينا شبري مدفيد فيغاوي هماد نفس الطريقه يعني نفس الصنفه او بره همه عین هر ویگاویشی هر اوه یعنی امتداده باشیا باش هر امتداده بو باشیه خرابی هر امتداده بو خرابیا بره یا ویگاویش تکرین هر اوه یعنی هم باید نکنه و مبدعن عبد وکو انحرافش دین خود تعالی کرد آن وی اسلوبه کارتینن اندر چی نسر موضوع چی نسر مثاله که روایت کت امام طبری و امام ابن ابی حاتم وش غيري وان خذي تعالى اش علماء مرازبة علماء اوت علماء علماء او الدف مقتضى علمي ابريفة شوي نا علماء اوت لف دوران كان وكي خلكي يعني وكي نا قانون وان مشي حالك نا عذا تنكي عذا اوت قلت رخيصا ابن وعي بشري اقر خاصة علماء بن قلي وزن وان تتخاري أبد بشن قانون مشي حالك يعني ويا التيار أما تواب الدباي بدر أخو الدباي مهمني نباش كيف أبد نع باش ديجارة كي باد إثن دشتي أبان فيضانات السونامي و كاترينا و كاتشن أبا دي وكي والي باش دي بن فيضاني كابن دبيتن فاستقم كما أمرت أنتو صابن راست درست أبا طيب رواد كان زاري صحابي كي معروف بها وهمية عبد الله كرى عمري كرى خطابي امام الطبري امام ابن ابي حاتم زاري عبد الله كرى عمري كرى خطابي رازي بنا خطي تعالى الوان بتقولها وابد اويت رب العالمين مدحت وان كريت قرآن خدا مدحت وان صحابيا اوي بحسي وان كاتن بخرابي دايم ظن آية موقع وان الحياة تشيام محمد رسول الله والذين معه ها أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أبا عبد الله بن عمر إكش فقهاء وعلماء الصحابة كري عملاق الإسلام عمر كري خطابي مؤدب الدنيا طيب رواية بيشتن عبد الله كري عمري بيشتن مروفكي الغزوة تبوكي مروفكي منافق يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم شو بو غزوة تبوكي تبوكي نزيك حدود الشامية يعني مقابل رومي او روما فيغافي او هم بينن كو غرب عبارات شوي رومية او فيغافي يعني هم تقول روم بنو الاصفر فيغافي بجنة مثلا العالم الغربي او وكو مصدر بلا مصيبة بو في امتي دا والله هذا حقته هكذا ما أمشين بيجن ذي بنو الأصفر معلومات جشنا بيغمبري صلى الله عليه وسلم الاستخبارات الإسلامية
وجهاز الأمن الإيماني والإسلامي معلومات دقيقة. هاتم بو بيغمبري صلى الله عليه وسلم قلت رومي يستعداد تخط كان يتجمع كي هزار يعني 40,000 بشر جيش بوهنجي 40,000 يعني ضخامته قلي قلك تبوك نزيك حدود الشامي البلا حدود دولة رومي بنو الأصفر بيغمبري صلى الله عليه وسلم قلت بسلمان بعد المشهورة وله هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية وهو الموحى إليه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يعني وحي بوتيت وما ذلك قلته أم شبكي. طبعا بعد المداولة والمشورات أبابي قابت بجنة ديمقراطية الله 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 والله يخوش أم بجنة الشورى مشورات وبسيار الشورى الإسلامية هي الديمقراطية الله خوش الحرية والديمقراطية أبعن بني المناء الله 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 لا يبارك فيها إن شاء الله بذي شكلي. طيب يعني بيغمبري صلى الله عليه وسلم قلت قالي بسلمان لأول مرة أزد تصريح قرارك الصريح دم واضح هنزان عمدتشنا كلي بيغمبري صلى الله عليه وسلم قضايا عسكرين يتأمنين واستخباراتي كنا بدجدشنا فلان عادي بس قلت عمدتشنا تابوكي مقابل رومي وهيبا رجبية تلها فيني ومسافة قلك بيلا حالي بسلمانا كم يعني كيما على كل حال دار فيري دريشنا كان قلي دار شنا تصل بموضوعي دا. بيغمبري صلى الله عليه وسلم قلت يلا صدقاء كده يعني يعني ما قوة رومي بحسابات منين على كل حال يا أهل الصدقات الصدقة تدفع البلاء وتزيد العمر إدماء بس هل من مزيدة يعني مثل جهنم تماما عمارة بعد عمارة وهل من مزيد على كل حال ضغيري شكرت كان يعني أم بين الوضع مع صدقات كده صدقات كده هاري كاريا جيشكت بجنوي جيش تبوكت بجنوي جيش العسرة فجهزه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بيغمبري قلت من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان بن عفان عثمان يعني قال تطولها حتى فيقا في الفيري قالك تطولها كري نبي عثمان ينزل نبي عثمان يتيا هذا ملحدت منا ودبجن يعني بغيض قالك يعني شبج متى مروا بمطرود صراح ما خذ تعالى شياطين شيطانوك عندي فكراني شادا على أي حال فجهزه عثمان بيغمبري صلى الله عليه وسلم مزقيني داري بحشتش بلي مزقيني عثماني والله يا عثمان يعني بس عثمانيا دكتش بيغمبري صلى الله عليه وسلم بيغمبري دكتش داري وقت يا دوي مري قلت بخده يا عثمان هكا من ياسكيجي بهبا دادمتا قلت بخده هكا ومن با يا چاريجي مكتش هبا دادمتا يا عثمان يا ذو النورين أبت ملايكات شرمشتت كان أنا كل حال يا دريج أداب زبرين هذا بيغمبري صلى الله عليه وسلم قلت شنا تبوك لأول مرة تصريح ده قلت كي خطرة وخلاص يعني شون بريفا بعضك منافقة أبا عبد الله بن عمر عميد قالوا ده وفي حدثه وفي حدثه دامزان إن آية ترانا بيكرين كخطرة ويتشيا وجبرهن ده رب العالمين تحذير الدتمة بستن أبا أجش وهبتن شكي أبا خطرة محبطة أبا مهلكية أقولي بريدا كلا صحباته هذا بعضك منافقة طبعا منافق الهمي وقتها يكون نبي جاول زمان بيغمبري طبعا أبي ابتلاءات فيتها بن هكا منافقنا بن مروا الدرس جنابا قال يعني قال جا قال جا خرابي باشيات ده هي أجا منافقنا بن يعني الدنيا بريدا ناشيت قلتي ما بين خدا قلتي والله ما رأينا من ذات أخنا وين هذا قولي بتنا أخنا وين منافقة شنكي أبايا محطة مع يعني موضوع ماذا ذير انطلاقي كين ذير ديداس بكين ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجمل عند اللقاء
خطر قالك يا فخنا طبعا يا فخنا قلت والله ما نذت يا وكي قراء ما طبعا علماء بجن يقصدوا الخبيث او الخبثاء افمروفيت خبيث يتخرب يقصدون اصحاب رسول الله يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه يعني قصدهم في اخفني تغنبر بو وصحابيبون صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وعنكم ان شاء الله وعنا اجمعين فقلت ما نذت يا وكي وكي صحاب بيغنبري صلى الله عليه وسلم صحابيا قلي قلي حزك خدكن وازماني وان قلي دراوة تاخذن ها وقلي ترسينوك الوقت بتا مواجهة دجمني خطرك وقلك ومازنا طبعا افن ما بين بريفا يتشن افا اف اخفنا ها فكريني اف اخفنا يعني طبيعي افا كفرك صريحة تماما لانه بيغنبري صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم معصومة ويعني تزاني قصدهم بيجبون قلت قلت ياش محمد صلى الله عليه وسلم وصحابيتي يا شوان شرك